يمكن الاضاءه كتكسر، يمكن خاص بليس دو كونساي، يمكن خصنا نمشيو معاهم. دونك انا هادشي كله كيبان لي يعني جد عادي انه الماتيريال ديال الثنيه باش انه حنا كذلك موجود مع السيد وزير الداخليه ديال الوزراء ديال الحكومه ونحلوا هذه المشاكل ونعرفوا يعني الابعاد ديالها والناس اش باغا. راه اللي صعيب هو هذاك اللي كتغلس ليه وكيخليها تموت وما باغيش يخدم، هذا هو اللي صعيب. اما اللي باغي يخدم وباغي يتعاون معك وبغى يزيد قدام وبغى يتنمي، هذاك راه يمكن تبني ليه تبني معاه. دونك حنا غادي نمشيو في هذا الطريق. انا دابا اليوم الحمد لله بيبان بانه كاين سميتو، غادي نمشيو في هذا البرنامج وكونوا شوف عرفتي اللوز اللي درتوه، يمشي الميريكان يمشي عرفتي داكشي اللي مطلوب، اللوز والزيتون 10 سنين ديال السوق كاينه، اما ما كاين اشكال. الشبان اللي ما عندهمش الخدمه ويقدروا يمشيو للباديه وتلقاو لهم الاراضي باش يراسوا، حنا نعاونوهم ماشي مشكل في اطار الدعم التاليه. دونك غادي نتعاونوا في هذا الشيء وغادي نحاولوا نعملوا بليس دو موان ان شاء الله على الاقليم ديال حسين ميسي رئيس الغرفه، كنتعاونوا معاه في هذا الشيء هذا ان شاء الله في المستقبل. ما يخص السيد البحري الحقيقة يعني مشينا عندنا علاقات مع الناس ديال السيد بحري وكنشوفوا المشاكل والإشكاليات. بون لي شوز افونس ميو، أولا أنه يعني شفت دابا لي غوسيرش حتى لآخر ماي مزيان بريسك دوبل، يعني لأن كاين ليسبارون كاين واحد العدد ديال الحوت اللي تباعوا بالثمن مزيان وداك الشيء. دونك الناس وكذلك لي باطو اللي عاود رجعوا باش يدخلوا كيصيدوا، دونك طالعين الحوت لا فالوريزاسيون ديالو دوبلا تقريبا، دازت في نفس الفتره بين 20 مليون ديال الدرهم فالور برودكسيون على ريفي دو لاهال، دازت 40 مليون ديال الدرهم، هذا يعني 45 مليون ديال الدرهم، هذا شيء جد ايجابي. كذلك المشكل ديال الشبكه وديال النيغرو، هذا طرقنا ليه في خلال الاجتماع اللي كان مع السيد وزير الداخليه والسيد رئيس الجهه في الرباط، ولقينا الحل وكاين واحد التوقيع والفلوس مشاو وحطوا بعض ديال الدوسيات الان. اذا الناس اللي غادي يمكن لينا نعوضوها غادي نعوضوهم ان شاء الله في المستقبل. وهذاك الشيء ديال الاكواكولتور راه كاين مشاريع مهمه اللي غادي تكون هنا في المنطقه اللي هي خدات شويه ديال الوقت، لانه عرفتي المستثمر في الاكواكولتور اللي غادي يبغي يعمل ليمون ولا غادي يعمل واحد الاكواكولتور ديالو خصو يكون عارف لو ميليو مارين اش فيه، يعني اش يمكن ياكل هذاك الحوت ديالو اللي غادي يربي، واش نقي واش فيه بلاش اش من هذا. دونك لا ريشيرش كتاخذ شويه ديال الوقت، والحمد لله ان هذا الشيء تعمل وغادي يكون طلب العروض كما كاين واحد طلب العروض اليوم في الداخله، غادي يكون كذلك طلب العروض هنا في المنطقه ديال الحسيمه، وهذا الشيء غادي يشغل واحد العدد ديال الشبان. اذا كيظهر لي بون حنا نسمعوا المشاكل الى كاينه، ولكن الانصات راه كاين وبغينا نتعاملوا، بغينا هذه المنطقه تكون فيها التنميه وبغينا تزيد لقدام. وغنقول لكم انا راه ولكن ولا بد واحد القضيه، ولا بد ان تكون الظروف ديال التنميه والظروف ديال الاستثمار. هذه منطقه جميله وناسها ناس طيبين وعندها امكانيات كبيره في المستقبل، يعني خاص هذه الصوره تبقى دائما راسها. راه عادي انه الناس تطلب المطالب ديالها وتبغي تحسن اليوم ديالها وتحسن، ولكن راه المستثمر وانا كنعرف انا المستثمر يعني الحياه ديالي الاخرى والعائله ديالي الان، المستثمر ما كيبغيش كيبغي واحد الجو ديال التنميه اللي هو يكون مزيان، اللي كتكون الحكومه كتستجاب وخدامه وكل شيء واحد، بغينا نزيدوا لقدام. راه شفنا هذا الشيء في مناطق والحمد لله زدنا لقدام وتبدلت الامور وتحسنت الامور، فلهذا يجب شويه ديال الاوبتيميزم ان شاء الله، لان غادي توصلوا للنتيجه ان شاء الله.